أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا، رب السما محيي يا سوريا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية. يلا يا الحرية، يلا يا محلاها الحرية، وطقوا موتوا بعصية، والأسد فقد الشرعية، راحت المحسوبية بثورتنا السلمية. يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين في أخبار الإعلام السوري بدقيقة، دقيقة واحدة بس. بينما لازالت القنوات المغرضة تحيك المؤامرات الكونية والفضائية، كنا على عهدكم بنا في الإعلام المسؤول. وها نحن الآن سنقدم لكم اعترافات أحد المخربين الذين قاموا بأهوال وفظائع، ومن دون مونتاج طبعا. إنه السفاح القاتل، نعم الوحش المسلح وعديم الرحمة، قاتل شبيحة أبو حدو الكعكي. أنا المدعو أبو حدو الكعكي، أقر وأعترف بأنني واحد من الذين قاموا بالتخريب، ولكن والله والله أمسكوني الشبيحة، ذبحوني، نزلوا فيني ضرب. قصدي عندما أمسكوني الشبيحة قاموا باحترامي وقالوا لي فيك ما تحكي ولا كلمة حتى يجي المحامي تبعك. وهون طبعا أنا بحب وجه شكر للشبيحة، بس بالمقابل يعني أنا كنت خسيس وواطي ومخرب، قمت برفع غصن الزيتون وحاولت أن أضرب الشبيحة، ولكن هم قاموا بأنه يعني شافوا غصن الزيتون أم كعكة ولا أقصد أنني رفعت الأربجة، رفعت القنابل النووية، رفعت المسدسات، البارودات، يعني كل شيء كان معي سلاح رفعته. وطبعا أنا حصلت على هذا الغصن، غصن الزيتون يعني، من تنسيقية دارية. انا حصلت على الار بي جي والقنابل، وحصلت على هذه الاشياء بصراحه من بندر بن سلطان، من القاعده، من سعد الحريري، من السلفيين، من اسرائيل. يعني انا منيحك سيدي، منيحك. شو عامل هلا؟ انزل معي لغطك بالحليب مع اخوك ميلو. اوكي. وبالمقابل أصدر السيد الرئيس المناضل المهندس قائد الثورة والإصلاح يا ماما قوانين جديدة طرحها اليوم طرحناها في أعلامنا الحر. ثوريا بخير وخلف، تم إصدار مجموعة قوانين تضاهي القوانين في العالم الحديث، ومن هذه القوانين قانون الجاذبية الأرضية. كما تم دراسة قانون أرخميدس وفيثاغورث ونيوتن، وسنتحاور مع هؤلاء الجماعة كلهم، يعني كلهم حول دراسة هذه القوانين. وأيضا سيتم دراسة قانون النسبية بشكل تحديدي الذي سيصدر بعد أيام قليلة. أما بما يخص قانون الجاذبية، سيتيح هذا القانون للشعب التظاهر على الأرض دون الطيران، وهذا سيمنع المظاهرات الطيارة التي تطير هنا وهناك، وبالتالي سيستطيع الشبيحة الامساك بهم. وأيضا قانون الجاذبية يعتمد على جاذبية الشخصية. المدحة، هذه المدحة، مدحة خفيف الدم. وبالنسبة لقانون العام، للقانون العام سنشتري آلة قانون ليعزف عليها جميع الموسيقيين أغنية تأييد جديدة.
ومن أهم الإصلاحات أيضا نسيت أن أقول، هناك إصلاح يتم العمل عليه بشكل سريع جدا، وهو قانون إصلاح الكرسي أو كرسي الجمهورية، وحيث أضفنا له بعض اللافق الصيني المستورد خصيصا من روسيا بقطع إيرانية، وهذا سيتيح حالة من الاستقرار على الكرسي. يجب أن تظهر المذيعة هنا. خلص يكفي إصلاحات. نعم، وتحدث الرئيس حول المظاهرات بكل شفافية وكشف المؤامرة الكونية، فنحن قناة الرأي والرأي الآخر. خلصت الفور يا الله حامية. بالنسبة للمظاهرات في ساحة العاصي المليونية، هناك سوء فهم كبير، فقد انطلق الناس لهناك مضبوط، واجتمعوا هناك مضبوط، وتظاهروا هناك مضبوط، ولكن من أجل مشاهدة نجمهم الكبير اللبناني عاصي الحلاني الذي يغني أغنية يناكر المعروف، والتي سوف أغني جزءا منها لكي تصدقوا. تث تث 1-1-1-2-2 تث تث يناكر المعروف يا ويلي وقوف، يرحك في قلبي غلال والوفا ماله أزال على الورق بس حروف. يا ناكر المعروف، يا ناكر المعروف. عندي شعور قوي بأني سأهدي هذه الأغنية إلى إيران قريباً، الله يستر. يا ناكر المعروف يا ويلي وقوف، جرحك في قلبي غدار والوفا ماله أسار عالورق بس حروف. يا ناكر المعروف، ناكر المعروف. Ah!